لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مضى رمضان وولى وراح، وكأنه سوق انعقدت ثم انفضت، ربح من ربح وخسر من خسر. غفر الله عز وجل لكم بالصيام، وغفر الله عز وجل لكم بالقيام، وغفر الله عز وجل لكم بقيام ليلة القدر. رفع الله عز وجل قدركم، وغفر الله عز وجل ذنبكم، وأعظم الله عز وجل أجركم، وذلك بما أودع الله عز وجل في الشهر من العبادات، من الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام وإفطار الصوام والعمرة وزكاة الفطر والاجتهاد في العشر الأواخر والتماس ليلة القدر. كل ذلك كان من الطاعات مرت هذه الأيام بسعادة وانشراح، ولكنها مرت مرور الطيف ولمعان البرق، وما لبث الإنسان أن وجد نفسه بعد رمضان. فالعبادة ليست مختصة برمضان، فالصيام يبقى على مدار العام. فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ستاً من شوال، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم السبت والأحد والاثنين، فإذا كان من الشهر الذي بعده صام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر الجمعة، وكان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، وقال لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، وكان يصوم من شهر الله المحرم ويكثر من الصيام في شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان يسرد الصوم سردا ويسرد الفطر سردا. فالصيام يبقى بعد رمضان. وأما قيام الليل فليس خاصاً برمضان، وإنما الاجتماع للتراويح هو الذي هو خاص برمضان، ولكن يبقى القيام على مدار العام. كان أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالصلاة صلاة الليل فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها شعار العابدين، هؤلاء القائمين لله عز وجل، المستغفرين لله بالأسحار. قراءة القرآن في كل وقت وآن، من قرأ حرفاً من كتاب الله كان له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. هذا اليوم عباد الله يوم عيدنا، يوم فرحتنا وبهجتنا، يوم سرورنا وسعادتنا، أنعم الله عز وجل به علينا،
جائزة، وجعله يوم الفطر، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا اليوم ينبغي أن نفرح فيه، وأن نفرح أبناءنا وأزواجنا وجيراننا وأرحامنا. ينبغي أن ندخل عليهم السرور، وأن نوسع على أولادنا وعلى أزواجنا. وينبغي كذلك أن ندخل السرور على أولادنا بإدخال بعض الملاهي المباحة التي يتلهون بها ويتفرجون بها. ولا ينبغي أن ندخل الحزن على نفوس المسلمين من زيارة المقابر، وكذلك البكاء والحزن عليها وتذكر الأموات، وإنما ينبغي أن يكون هذا اليوم هو يوم الفرح. وليس معنى الفرح أن نعصي الله سبحانه وتعالى. درج الناس في أفراحهم أن تكون على معصية، ولا ينبغي أن يكون ذلك، فالإنسان لا يفرح إلا بفضل الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عمر رضي الله عنه: فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. وإنما فرحتنا ينبغي أن تكون ملتزمة. لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الكوافير، ولا أن تنمص أو تنمص حواجبها، ولا ينبغي لها أن تظهر وجهها بالأصباغ والألوان، ولا ينبغي أن تخرج متعطرة ولا في ملابس مزخرفة، ولا ينبغي لها أن تختلط بالرجال. لا ينبغي لنا أن نكون في هذه الملاهي من دور السينما والمسارح وغيرها، أو السماع للموسيقى أو الأغاني أو تعاطي المسكرات والمخدرات، فكل ذلك مما يغضب الله عز وجل ويسخطه في يوم فرح، في يوم الفرح وفي يوم البهجة وفي يوم السرور. قد يكون سخط الله عز وجل كما كان على أقوام في يوم زينتهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وكما كان في قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. علينا أن ننكر المنكر كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. علينا أن نحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك إلى كتاب الله عز وجل، ففيهما الصلاح وفيهما الفلاح وفيهما النجاح. وإذا أردنا أن يكون لأنفسنا صلاحاً ولبلادنا صلاحاً ولاقتصادنا صلاحاً، فعلينا أن نكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نكون على متحاكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتجنب البدع التي أودت بالأمة إلى كثير من المخاطر، كما تشاهدون هذه البدع عندما ظهرت، بدعة الشيعة وبدعة الخوارج، أدت إلى مقتل أناس كانوا ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. هم أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدت البدع إلى مقتل عمر رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين، ومن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصره في الجنة. وأدى إلى مقتل عثمان رضي الله عنه ذو النورين، والذي تستحي منه الملائكة، إن الملائكة لتستحي من عثمان. وأدى إلى مقتل علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصهره ووالد سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن والحسين. أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 70,000 من خيار الناس في موقعة الجمل وفي موقعة صفين بسبب هذه البدع. كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والبدع أطلت برأسها اليوم حتى صار من بيننا الشيعة والخوارج الذين تسلطوا على بلاد المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي لبنان، لكي يقتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الأوثان، لكي تكون هذه الأجساد أجساد المسلمين أشلاء، ودماؤهم تسيل بغير رادع ولا زاجر من أحد، في وقت يتفرج العالم
علينا ونحن نقتل بعضنا بعضا، إنما ذلك بسبب انتشار البدع، حتى وصلت البدعة إلى تفجير بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبجوار مسجده الشريف، وفي مكان اجتمع فيه ملايين من البشر لأداء العبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن ننكر البدع وأن ننبذها في بدعة التشيع والتكفير، وهي بدعة الخوارج، والتي تؤدي إلى القتل وإلى التفجير وإلى التدمير وإلى قتل المسلمين وإسالة الدماء الزكية. ينبغي أن ننكر هذه البدع. يأتي العيد عباد الله، والمسلمون في حالة زرية، سواء كان ذلك في سوريا من مقتل ملايين البشر وتشريد الملايين والتجويع والحصار، وما يحدث للمسلمين في العراق من حصار أهل السنة وقتلهم على الهوية، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في ليبيا، وما يتعرض له المسلمون من القتل في الصين وفي بورما وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي إفريقيا الوسطى وفي غيرها من البلاد. يأتي العيد وحال المسلمين على هذا الحال، يحتاج إلى كثير من الطاعة والدعاء، أن نطيع الله عز وجل، أن نستجيب له، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، عساه يرفع الله سبحانه وتعالى عنا ما ألم بنا. يأتي العيد عباد الله، والمجتمع منقسم إلى أقسام، إلى أقسام وإلى شراذم، حتى ينتهي ذلك الصدع ويرأب هذا الصدع ويجتمع هذا الشمل، حتى تكون الأمة أمة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما توجه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى قبلة واحدة، ينبغي أن تكون القلوب كذلك متآلفة على قلب واحد، على دين الله عز وجل، على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا. نحتاج عباد الله لإزالة الجهل وتقليل المعاصي وتكثير الطاعات إلى دعوة مخلصة ندعو فيها إلى الله عز وجل، نبين المعروف وننكر المنكر، وذلك عباد الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة والموعظة الحسنة نحتاج إلى إصلاح وليس إلى إتلاف، إلى بناء وليس إلى هدم، نحتاج إلى تآخي ونحتاج إلى الفرقة، نحتاج إلى اجتماع، لا نحتاج إلى تنازع يؤدي إلى الفشل. ولذلك ونحن في يوم العيد، ونحن مجتمعين اليوم على اختلاف أشكال وألوان، وكذلك ملابسنا ملونة، ولكن قلوبنا قلب واحد أبيض بلون واحد، قلبنا اليوم بلون واحد، مع أن ملابسنا مختلفة ومختلفة الألوان، وكذلك بشرتنا مختلفة، وكذلك أجناسنا مختلفة، بين ذكر وأنثى، بين صغير وكبير، لكننا جميعا جئنا بقلب واحد، بقلب أبيض، بقلب له وجهة واحدة، هي قبلتنا البيت الحرام. نرفع كف الضراعة لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى، السميع البصير المجيب للدعوات، أن يرفع الله سبحانه وتعالى ما ألم بأمة الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سوريا وفلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي اليمن وفي ليبيا وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وفي إفريقيا الوسطى وفي كل مكان استضعف فيه أهل الإسلام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اجعله نصرا عاجلا غير آجل، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم اكلأهم برعايتك.
اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم مكن لنا ولهم دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم جنبنا التكفير والتفجير والإباحية والدعارة والمجون. اللهم ارفع الغلاء عن المسلمين، اللهم ارفع الغلاء عن المسلمين، اللهم ارفع عنهم الوباء، اللهم ارفع عنهم الوباء. اللهم أنعم على عبادك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.